أكيد الرحمة والمغفرة للعملاق محمد وردي، وأجمل تحية لكل من قام على تتويج العام 2022 عام لوردي الوطن. وتمتد كده الأيام الخالدات والذكريات الجميلة، ونتحول إلى أجمل مدينة وأجمل بقعة ممكن تكون هي مدينة نشأت بعد ثورة عارمة اقتلعت حكم كان استبدادي في السودان وحولت العاصمة من الخرطوم إلى أمدرمان. وكانت أمدرمان زهرة الستينات وظلت بذات الألغ وذات الجمال، وكانت هنا أمدرمان. أهلا ومرحبا بكم، وفي رحاب أمدرمان العديد من الذكريات والأشياء الجميلة فيها. أمدرمان حكاية، صحيح، وحكاية أجمل حكاية تروى لأجيال وأجيال وأجيال. عاصمة الوطنية، كفى إن العاصمة الوطنية. أما إذا دلفنا إلى منعرجات أخرى، أمدرمان الثقافة، الفن، الرياضة، الأهل الطيبين وكذا وكذا، هي فعلا أمدرمان حكاية. حاول بعض المهتمين بتاريخ أمدرمان والتوثيق لأمدرمان وأبناء أمدرمان الخلص بتوثيق كل هذه الجماليات من خلال مسلسل إذاعي تلفزيوني. الدراما هي أفضل ما يوثق لكل تاريخ وحضارات الأمم بصورة مختلفة، الأقرب إلى قلب المشاهد وقلب الإنسان بصورة عامة. الفن السابع عموما من خلاله نتعرف على أمدرمان حكاية. ما هي أجمل حكايات أمدرمان اللي ممكن توثق، صحيح، على تلك الدراما؟ وليه تحديدا اختاروا إنه خاصة إنه الناس اللي قائمة على هذا العمل هم من نجوم المجتمع، سواء في العمل السياسي أو العمل الإداري، وسواء إن كان من خلال العمل الفني. صحيح. صحيح. دي خليها هي نقول جوانب خفية نحن حنتعرف عليها مع ضيوفنا الأعزاء داخل الأستوديو. أولا نرحب بسعادة اللواء الصادق محمد سالم، وسعيدين أكيد بوجودك يا سعادة اللواء، مرحب بك ومساء الخير عليك. مرحب بكم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وكل عام وأنتم بخير. طلع الهلال بدرا في سماء ومدن السودان المختلفة. مرحبا. فكانت قناة الهلال هي أصبحت، كما بيقولوا ناس الحدث، أصبحنا الهلال، هي أمة وصوت الأمة وإحساسها. قدمت برامج جميلة وبرامج ممتعة وشيقة ووسائق تاريخية وغيرها، ولكم الشكر ولكم التحية. مرحبا. ربنا يكرمك إن شاء الله، ودائما عند حسن حظكم يا ظنكم يا رب. من حسن حظنا إنه ده ظنكم فينا وعشمكم فينا ويتحقق، الحمد لله. الحمد لله. أهلا مرحبا بك. وكذلك يعني واحد من أميز مخرجي الأعمال الدرامية عبر الإذاعة السودانية على مر السنوات، أنتوا سمحتوا أكيد باسمه دائما وكذلك في التلفزيون، عادل ضيف الله، اسم لامع جدا في مجال الدراما ومجال الإخراج. اليوم سعداء إنه يكون موجود معنا داخل الأستوديو، الناس تتعرف عليه أكثر. مرحبا بك يا دكتور ومنورنا، ومساء الخير عليك وكل سنة وأنت طيب. أهلا بكم، وأنا سعيد إنه أطل يعني عبر الشاشة الزرقاء يعني بمشاهدكم الكريم، وبترحم على الراحل وردي والراحل إسماعيل حسن في لحن البقالة في عام وردي الوطن، وأتمنى إنه نكون يعني خفيفين عليكم. طبعا نحن اعتدنا إننا نكون خلف الكواليس، صحيح، فهذه المرة يعني ربما يعني دلفنا من الكواليس إلى حيث يمكن أن نقول شيء ما يعني مفيد، وأتمنى أن أكون. كيف الإحساس؟ في فضل والله. طبعا يعني الباشمهندس وهو بيربط في المايك حس بأنه أنا متوتر قدر شنو يعني. إحنا يعني نحن نصنع اللحظات الجميلة للآخرين، بتوتروا الناس، لكن لما تجوا عشان تتوتروا والله نحن ما قاعد نوتركم كثير، والدليل انه يعني انتم الان اطلالتكم ما شاء الله على يعني على لا في توتر في الاربيس خصوصا يعني انا سعيد على كل حال، لانه يعني على الاقل في الاستوديو ما هنالك ما يطمئن يعني، اذا كان زملائنا المخرجين في الديسك او زملائي المصورين على واخواتي يعني على التقديم. مرحبا بك اهلا يا دكتور. عادل الزبير على طول بيقول لي هو جيلي يا استاذ عادل، يعني الرجل شاب و... يعني انت قصدك استاذ عادل؟ لا انا قصدك عادل ايضا شاب. نعم، وردي 22، العالم كله، العالم العربي بينتظر الحدث العالمي الكبير كاس العالم، ونحن في افريقيا ايضا ننتظر الحدث الفني الكبير. نعم. وردي العالمي، تحيه لكل اللي بيشاهدونا من كل دول العالم المختلفه والسودانيه اللي كمان
في دول المهجر. من صغرنا احنا بنسمع يعني عادل ضيف الله في الإذاعة في التلفزيون، اسم لامع ما شاء الله، كمية من الإبداع وكمية من الـ 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 الثراء في السي في الذاتي اللي قدم والعطاء على الشاشة أو عبر الإذاعة. لكن اهتمامك بعمل بحد ذاته أم درمان حكاية له وقع خاص أكيد كنوع فني كتوثيق، تحدثنا عن أم درمان كثير وأنتج في سبيل أم درمان الكثير والكثير، ما يميز أم درمان حكاية إيه؟ أول حاجة أنا سعيد إنه يعني الإطلالة دي حتكون إطلالة لعمل ضخم مشترك بيني وبين سعادة اللواء. نعم. كباحث وكموثق يعني لأم درمان ومجموعته المساعدة وكذا. أنا الحقيقة ببدأ بعبارة قال الأستاذ المخرج الطيب المهدي السينمائي، قال إنه نحن دولة أو السودان بلد غير مرئي أو لم يوثق بعد بالصورة. نعم. ودي كانت واحدة من الإشكالات المخليانا نحن الآن العالم بيندهش كل ما يشوف يعني ملامح أو كل ما يشوف طبيعة سودانية أو كل ما يشوف حتى سحنات سودانية. نحن بنتكلم عن 500 قبيلة، عن 500 لكنة، عن الآلاف من الوجوه التاي فيسس اللي نحن كمخرجين دائما بيكون حريصين اننا نقدم اشكال جديده حتى في الفيتشرز بتاعت الناس. يعني انا يخيل لي عالم زي ما سماه دكتور احمد عبد العال المستودع الحضاري السوداني بحاجه لاننا نقدمه للعالم، خصوصا في وقت الان السودان بينفتح على العالم بشكل كبير. حبيت التعبير المستودع الحضاري السوداني. نعم. لانه هو تشكيلي فبالتالي قدر على الأقل يحفر المصطلح يعني ليشملنا كلنا كفنانين. وزي ما أنتم عارفين الآن الناس أو العالم كله يتحدث بلغة الصورة. صحيح. فكانت بالنسبة لي كانت الحكاية أم درمان، كانت أم درمان حكاية هي عبارة عن يعني مصفوفة بصرية أستطيع من خلالها تقديم العمل الضخم اللي نحن بنحلم به والبدين الآن يعني تقريبا نضع في تصوراته الكبيره والضخمه. اللي انا بفتكر انه كل اهلنا في ام درمان موعودين بانه يشوفوا مدينتهم اللي بتمثل السودان بشكل مختلف في حكاياتها، في رواياتها، في اخصوصاتها، في ملامح اهلها، في كثير من ام درمان مليئه بكثير من كثير من الحكايات. صحيح. الصناعات، الرياضيين، الفنانين، السياسيين، على أغادة المجتمع وكثيرين الكثير من الأشياء التي يمكن أن تقال وتحكى عن أم درمان فهي حكاية لن تنتهي بعد. نعم صحيح. سعادة اللواء، رمزية أم درمان نفسها والمغزى الحقيقي من اختيار مدينة أم درمان كواحدة من المدن الكبيرة والعريقة في السودان ذات تاريخ وأصالة كبيرة جدا حتى يتعرف عليها الجميع، نتكلم عن مضمون الفكرة نفسها وشنو الأشياء اللي حيتضمنها المسلسل سواء كان الإذاعة أو التلفزيون أو هو طبعا فكرة واحدة. نعم. هي الفكرة جات وليدة قبل سنوات يعني. أنا جمعت عدد كبير من الكتب والوثائق التاريخية وغيرها ومشيت جامعة أم درمان الأهلية مركز محمد عمر بشير اللي هو ده مركز يوثق لأم درمان بصورة حضارية ممتازة جدا جدا. ورجعت للدوريات، الكلام ده قبل سنين أنا ابتديت أكتب. السادي وصلنا في الداتا بتاعتنا لأم درمان حكاية اللي هي تاريخ ومشاهد ومواقف وبطولات بالنسبة لأم درمان. نحن دائما بقول لنا أنتم متعصبين لأم درمان، لكن أم درمان من المدن الكبيرة ومن المدن المهمة ومن المدن التاريخية التي صنعت هذا السودان. نعم. هي من أول يوم ليها نشأت كعاصمة وطنية. صحيح. وإسلامية ورسمية، وكانت وليدة لثورة كاسحة عارمة نغلت من الحكم التركي الخرطوم إلى أم درمان. يعني المهدي لما يتحرك من الخرطوم وأناخة براحلته محل التيمم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانت القبة وكان بيت الخليفة الموجود. الإشكال اللي عندنا نحن، أنا ولدي طالب جامعي وبنتي طالبة جامعية جامعة الخرطوم اقتصاد، أنا مرة سقطت معاي لمواقع مهمة في أم درمان ما أعرف عنها شيء،
فبالنسبه لنا ان احنا دارين نوثق لاجيال ليكم انتم ولاجيال قادمه، ونوثق للتاريخ ونوثق للاعلام. في نفس الوقت انا يعني قلت للدكتور انه دارين نجيب مسلسلات جديده حديثه توثيقيه، دارين نخرج من الاطار العام ده، دارين نوثق. يعني مسلسل لما نعمله ان شاء الله بعد 90 سنه المسلسل ده يعاد ويقرر ان شاء الله في الاعلام عشان يوري الجيل القادم ده يعني تاريخ المدن السودانيه. صحيح. المدن السودانيه زي شندي وعبره والفاشر والابيض وكوستي عندها تاريخ في بناء السودان، لكن هو تاريخ مجهول. لا. الناس كتبوا عنه وهو موزع في جهات معينه، وكتبوا عنه بعض الناس، ان احنا دارين نلمه. ممكن نقول تكون حتكون سلسله بعد كده ام درمان، بعد مثلا ناخذ المدن كلنا على حده. لكن سعاده اللواء ما شاء الله عليك عطى في المجال الاداري في مجالات عده سنوات وسنوات، اتجاهك للتوثيق اكيد كان في بادره قويه او في دافع قوي للاتجاه ده، مع انك ذكرت فقط الجانب التاريخي ما ذكرت الرياضه والفن والعادات والتقاليد. ام درمان حكايه في الجانب ده صح؟ نحن المسلسل عدينا فيه 30 حلقه. نعم. وفصلناها من ضمنها الجانب الرياضي. وكذلك ان احنا ابتدينا نوثق وما خلينا جهه ما مشينا لها، ومشينا يعني لكل ذول، ومشينا حي العرب قريب ده. جميل. انه الهلال والمريخ نشا في حي العرب يا دكتور. نعم. فيها ابتدينا نوثق وما خلينا ذول في ام درمان. لكن التوثيق التدقيق بالنسبه لنا مهم. نعم. لأن المعلومة التاريخية لابد أن يؤكدوها 3-4 صفحات. نعم. لابد. وإلا تطلع الناس كتبت عن التاريخ وكتبت أول وكذا وكذا وكذا، لكن لابد أنه يتم التوثيق بمصادر موثوقة بصورة ممتازة. يعني نعم. نحن كتبنا عن أحياء درمان، وكتبنا عن الرياض وعن مؤتمر الخريجين، وعن الفن والثقافة في درمان وكيف نشأت حلقات مسلسل، وعن نساء درمان. يا سلام. والتعليم في التعايش السلمي والتعايش الديني والتعايش السلمي. نعم. بعدين في موضوع مهم خطينا حلقة مهمة جدا جدا في المسلسل اللي هي أم درمان تعتبر نموذج للثقافة مع كل ولاية السودان يعني. نعم. نموذج هي. نعم. نموذج انصهروا فيها كل أهل السودان. يعني نحن ما بنتعصم ونقول والله نحن أم درماني، أم درمان هي السودان. نعم. طيب دكتور صحيح دكتور أكيد. عادل للتشويق يعني خلينا نقول أبرز الشخصيات اللي ممكن يكون وقع عليها عين الاختيار لأن هي تمثل في هذا المسلسل نموذج إن شاء الله. يعني هو الحقيقة هو المسلسل بالشكل ده هو يعني مسلسل ضخم جدا. نعم. وأنا يمكن قبل أيام كنت بتكلم مع زملاء إنه يعني عدد الممثلين في السودان يعني على فكرة ما كبير قليل يعني. جدا. نعم. قليل صحيح. جدا. ده بالإضافة لأنه جزء كبير منهم ترك المهنة للظروف الاقتصادية اللي بتمر بها البلد وبيمر بها حتى قطاع الدراما نفسه. صحيح. نعم. لأنه يعني إذا ما في إنتاج متواصل يعني أي زول بالقليل وشغلة تكون فير فبيترك المجال يعني. نعم. لكن أعتقد أنه هذا المسلسل يمكن أن يستوعب كل الأجيال. حيكون فانتازي أم حديث؟ لا كنت توثيق تاريخي، لكن احنا قصدنا من التوثيق التاريخي اننا نقدم صوره يعني يبقى فيها الامتاع والتشويق، وزي ما اشار يعني السيد اللواء انه نحن دارين الاجيال الجايه تتعلم، والاجيال الجايه دي عشان تتعلم وعشان تشوف صوره، اكيد ما حتشوف صوره اقل من الـ من الـ من الـ يعني من ال 4K يعني حتشوف صوره بمستوى صحيح. حتشوف. نعم. صوره حتى على مستوى التكوين لازم تكون بالمستوى المطلوب. بتتحدث عن انتاج ضخم جدا. نعم. التمويل. نعم بتحدث عن انتاج. أيوة. انا الغريبه كنت قبل يومين تشات مع زملاء لي في كندا وفي بروكسل وكده، وابتدينا نتكلم عن انتاج زي ده ما اقل من المسلسلات التركيه، في شيء ما اقل من المسلسلات المصريه اللي جميل. بتطلع الان اللي طلعت الان في المواسم اللي فاتت. نحن بنتكلم عن ضخم جدا، عشان كده بدني ده لكل ابناء ام درمان، نحن دارين نعمل وثيقة تاريخية، وثيقة تحدثنا عن أم درمان في جوانب المختلفة من ظرفاء المدينة لغاية الرياضيين لغاية السياسيين لغاية البناء الاجتماعي في أم درمان لغاية الملامح التاريخية للمدينة دي. المدينة دي مدينة مقاومة، مدينة ثورة، مدينة تغيير اجتماعي انصهر فيها كل السودان. دي مدينة ذات تاريخ عريق جدا جدا. صحيح. عشان نحن نقدمها
بالمستوى اللي بيليق بها لابد من انها تتضافر كل جديد. حتى الاشاره اللي اشار لها السيد اللي قبل شويه انه حتى في الوثائق يعني نحن بعد شويه حنعمل الصفحه بتاعتنا, حنطلق الصفحه بتاعت ام درمان حكايه, وبنرحب بكل الوثائق حتى لو في زول يعني عنده وثيقه بتحكي عن اي خصوص له علاقه بام درمان او اي مقتنى يعني ممكن يشير له نحن ممكن نحتاجه كإكسسوار أو أو نحتاجه كواحدة من المقتنيات اللي نعمل بها الديكورة ونعمل بها نبني على نسغة يعني لوكيجن, دي كلها وساغ نحن بنحتاجها. وحتى يمكن في زملاء يعني 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 ابتدوا يتكلموا معي في إنه حتى لو نضطر لنا نبني يعني يعني بعض المعالم ونعيد بناء عشان لوكيشن حديث او لوكيشن كله حيكون في ام درمان لكن مع بعض الاضافات يعني مع بعض الاضافات. طيب بعدين يعني جزء كبير من حتى التاريخ ده جزء منه فيه معارك, جزء منه فيه ايوه صحيح فيه مجاميع على عدد كبير جدا جدا, فيه احتفاءات زي المولد يعني فيها مجاميع بمستوى يعني حدارين نقدم الزفه كوثيقه تاريخيه فيها الطرق الصوفيه في جوانب كثيره جدا في محلات كثيره جدا زي حمد النيل مثلا وغيرها من المشايخ الموجودين على أطراف. عارف يا دكتور نعم. من كم يوم بحيي كابتن محمد عمر كان مع وفد حكومي في فرنسا وزاروا متحف اللوفر, بيتكلم عن إنه رغم إنه درسنا تاريخ وكذا لكن كان فخور جدا بالتاريخ السوداني في بعض الأشياء نعم. إحنا ما عارفينها, بيحكي عن حكاية لأول مرة تتحكي معركة أم ديبكرات, عن التاريخ القديم والمهدية كذا. ليه ما نجمع تاريخنا دونا واستغله في حالة زي دي؟ انت ذكرت كلام مهم جدا انه حيعملوا بيج على الفيسبوك مثلا نعم. واي زول عنده وثيقة عنده حكاية عن ام درمان مؤكدة يجي يرميها. صحيح التوثيق في الجانب ده مهم, احنا ما عارفين تاريخنا بصورته الحقيقية بصورته الناصع, للأسف الناس برا عارفين واحنا ويعني انا في تنصيل الهوية الأورال هيستري ذاته الآن على مستوى العالم بيقى هي واحدة من الوثائق المهمة والضرورية جدا نعم. يعني انا افتكر حكايات أم درمان كلها تستطيع إنها هي تخلق نسق كامل ودراسة كاملة للإنسان وإنثروبولوجيا للإنسان في السودان. نحن بنتكلم عن إنه الدراما هي الآن الفصيلة المتقدم على مستوى الفنون المنتجات الصحفية الفنون نعم هو الفصيلة المتقدم وهو اللي بيقدر يخلق لأنه بيعمل سيميلايزيشن لأنه بيعمل على الأقل تماثل للحالات دي عشان صحيح. الناس يتمثلها خصوصا نحن عندنا تاريخ فخورين نحن به وجدير بانه الاجيال الجايه يعني تاخذ به ويبقى يبقى هو بالنسبه لها هو المنصه اللي ممكن تنطلق منها لنا صحيح. طيب سعادة اللواء البرنامج أو خلينا نقول المسلسل عموما هو يعني من خلال الحديث فيه تشويق وعمل ضخم جدا في ذات الوقت يحتاج إلى مجهود كبير ويحتاج إلى تمويل ضخم جدا. يعني نحن دائما إشكالات الدراما في السودان هي يعني أصبحت عاجزة بسبب عدم التمويل, هل في جهة معينة هي يعني تتكفل بتمويل كل هذه العمليات الإنتاجية الضخمة؟ نعم هو طبعا الهاجز بتاعنا من أول يوم ابتدينا نكتب المسلسل ده والداتا بتاعته كاملة يعني اتصلنا مبدئيا بعدد من الناس والأولى بنك أم درمان الوطني جميل يعني احنا حنكتب ليه وفتحنا أضانا يعني على أساس أنه يتم التمويل وده هاجز بالنسبة لنا لأنه المسلسل ده بيحتاج لأكثر من 10 مليار صحيح وأكثر من كده يعني ويستحق التوثيق نعم. لأم درمان يستحق صحيح نعم ونحن اتصلنا بعدد وبعدين كان الشجعنين ولما جيت كلية الدراما والموسيقى الدكتور ودكتور الفاتح ومجموعة من الناس ومشيت لفيت القنوات الفضائية دي كلها وقلت لهم دي فكرتنا ان احنا دارين نسوي كده ونعمل كده وانه دي قفزة في تاريخ المسلسلات في السودان يعني فعن احنا البداية جينا قناة الهلال هنا على اساس انه دارين نروج للفكرة دي والناس يدعمونا ويقفوا معانا بالمعلومة وبالمال وبغيره وبغيره وانا كنت بتكلم مع الدكتور قلت له والله حتى كان ربنا بدا في العمر يعني احنا برضو نستنفر عدد من الولايات يتكلموا لنا عن مدني دي تاريخ زي ام درمان واكثر من ام درمان شندي عطبر وغيره يعني ممكن الناس تكتب عنا وياخذوا الحزو اللي اخذناه نحن في ام درمان اللي هي ضربه البدايه ووصلت قناه الهلال معناها وصلت نادي الحركه الوطنيه يعني لو سمحت لنا اضيف حته التمويل دي يعني
ان احنا كنا فير جدا في انه نخطط للموضوع بالشكل اللي يخلي اي زول يلقى فيه او اي ممول يلقى فيه فائدته. يعني نحن بنتكلم الان عن السوشيال ميديا، بنتكلم عن اطلاق المتحف الافتراضي عن ام درمان كواحد من المشروع باعتبار انه اللوكيشنز دي هي نفسها حتكون هي جزء من ال، بنتكلم عن الصفحه، بنتكلم عن المشاهده عبر النت، بنتكلم عن الشراكات ما بين المؤسسات اللي عندها صله بالتوثيق واللي عندها صله بالسياحه واللي عندها صله باقتصاديات مثلا ذات صله بام درمان واسواقها، ام درمان والسياحه فيها، ام درمان والاقتصاديات فيها اذا كانت صناعه صغيره او غيرها. وعدد كبير جدا من نحن دارين شركاء حقيقيين يلقوا هم فايده من دخولهم معانا في مشروع تمويل المسلسل. يعني بمعنى انه ما دارين زول يدينا قروش من غير ما يكون في عائد ملموس بالنسبه له. دي افتكر انها هي الشراكه الذكيه في اننا نقدر نخلق نوع زي ده من الشراكه. وانا الاوان انه الفنون يا جماعه يعني تمرق من الدائره الضيقه دي لاقتصاديات الفنون. أكيد. يعني الان جزء كبير جدا من الاعمال في العالم بتمول روحها، ويعني في دول الناس عرفتها بالدراما. نعم. كتركيا. نعم. تعتمد على اقتصادها من الدراما. بقرأ الان في كتاب في دراسه معموله عن الدراما التركيه في 10 سنوات حققت ما لا يمكن ان تحققه. أيوة صحيح. نعم. كثير من الاتجاهات الفنيه الاخرى يعني. صحيح. فانا اعتقد ان الاوان انه نحن فنوننا تنهض، فنوننا تبقى هي يعني على الاقل يعني عالميه، وتبقى في نفس الوقت هي مصدر اقتصادي ومصدر داعم لقطاعاتنا اللي بتشتغل في مجال الفنون والقطاعات الأخرى. صحيح. شكرا جزيلا لك الدكتور عادل ضيف الله. أكيد سنكون معكم خطوة بخطوة إن شاء الله حتى تتحقق يعني أم درمان حكاية وتصبح عمل يشاهد عبر الشاشات. شكرا جزيلا. خلينا نأخذ منها معهد إنه أول بث يكون حصري على قناة الهلال. كده على صحيح. بس أنا في الختام يعني أقول حاجة. البروفيسور جعفر مرغني عمل محاضرة أنا استمعت لها قبل سنتين أو شاهدت، سماها المدن الرحلة، مدن السودان الرحلت. فأنا رأيي لو استضفته البروف هنا يتكلم لكم عن المدن الرحلة، كوستي كانت كيف، عطبرة كانت كيف، بور السودان كانت كيف، وأسعدبية كيف، دي من ودي يعني. بس الاسم مؤلم شوية. رحلة هي موجودة استيل بذات عظمتها. الله رحلت يا أستاذة. ترجع إن شاء الله. رحلت أم درمان ذاتها ابتدت ترحل. لا إن شاء الله. إن شاء الله أم درمان ستعود بهذا العمل الضخم أكيد. آمين. شكرا جزيلا سعادة اللواء الصادق محمد سالم. شكرا جزيلا. نتمنى لكم التوفيق. مدعوين معنا على أحمد المصطفى وأنا أم درمان. الله أكبر. خلونا نتابع سويا. تأمل في نجومي أنا سودا تمثل في ربوعي أنا ابن الشمال سكنت قلبي على ابن الجنوب ضم الضلوعي أنا مدرمان تأمل في نجومي
أنت مثل في عبوي. أنا ابن الشمال سكنت قلبي على ابن الجنوب ضم ضلوعي. أنا مدرمان نمدور من سلني دين عني وعن عزامات فتايا تجني. فخير بنيك يا سودان مني سلوا الحادي سلوا الشادي المغني. أنا مدور من إذا ما قلت أعني فما نيل المطالب تتمني. تجيش النفس بلا مال لك ولكن هذه لما لا تدعني. أنا مدرمان